البنات بعد ما نقيتيو هذا المندرين غادي نوريكم واحد لاستيس باش تحيدوا هذا اللب ديال المندرين. هانتوما شفتوا هانتوما هاد العظيمه الصغار، ما غاديش هذا غادي نحيدهم بسهوله. صافي غادي نصب هنايا غنحيد هاد العظيم، واخا ما غادي ادي فوالو، ربما يكون عندكم مندرين فيه العظم، هذه اسهل طريقه باش تحيدوه. هانتوما شفتوا بسهوله، هانتوما هذه راه فيها العظم، هاي شتي. انا غادي نقسمها من النص هكذا، شفتوا انا غنحيد العظم، ما هو كله اصلا ما فيش العظم الصراحه. صافي وغادي نخويها هكذا، نحطو هكا. هذا فيه الخدمه الصراحه، فيه خدمه بزاف، ولكن ملي تكون هكا في العشيه جالسين، تكوني باغيه تصايبين هكا في العشيه، تكوني ساليتي شغالك كاملين وحطي حداك واحد الطبيله وبتي كتقطعي تنقيه كامل. انا راه نقيته كله، بقى غير شويه بغيتها باش نوريكم. بالنسبه لهنا لهاد اللب ديال المندرين عندي عبرته، لقيت فيه 2 كيلو 100 غرام السكر. انا ما درتش نورمالمون خصني دار كيلو، انا ما درتش، درت 750، واللي بغى يدير حتى قل يستعملها. هنا عندي حامضه خديت، انا كيعجبني الحامض بلدي، اختاريتها باش هي اللي نعصرها، وغادي نضيفها لهذا المندرين. ريحته فنة ما شاء الله. غادي نضيفها المندرين وغادي نخلي حتى غدا ان شاء الله، غادي نطيب. نصب هاد الحامض، ريحته مندكش. صافي غادي نخلط هادشي ونديرو في التلاجة حتى غدا بإذن الله. صراحه في الخدمه البنات والله مهم، دابا العسل يصبر قرص النحل. صافي غادي نقلب بحال هكا مع هذاك، غادي يطلق الماء المندرين مع السكر، غادي يطلق الماء، ومره مره هكا ملي نحل الثلاجه نعاود نحرك. صافي انا غادي نغطي عليه ونخليه حتى غدا باذن الله الى حين الله. صباح الخير البنات، كي دايرين؟ كصبحتوا مزيان؟ المهم بعد ما بيتنا هذاك المندرين، بعد ما بيتناه ليله كامله في الثلاجه، ها انتما القوام ديالو، ها انتما كيصبح. صافي هنا غادي نصبو في هاد الطنجره. شللت غير هاد البواطه حيت بقى لاصق فيها السكر وداكشي، غير شويه ديال هذا، تقريبا كاس ديال العنبه اللي ضفته. صافي هادشي اللي كاين. هذا الطنجره فوق النار، صافي غير يبدا يغلى، العافية مجهده شويه، غير يبدا يغلى وغادي نقص منها شويه، نخليها في المتوسط ان شاء الله. الكشكوشه اللي طالعه انا غادي نقص البوطه ياك، وغادي نضيف واحد المعلقه ديال الزبده كيف درت معكم في الكونفيتور ديال التفاح. صافي باش كتزول هذيك الكشكوشه تماما، معلقه هذه راه زبده بلديه. صافي درت هذيك الزبيده، الرغوه ما بقاتش بزاف، بقات شي شويه، غادي نحيد. صافي غادي نحيدها فين ما طلع غير شي شويه ماشي بزاف. نخلي تقريبا واحد 25 دقيقه باش ما يجيكمش الفيديو طويل، ونرجع معكم ان شاء الله. صافي هذا هو القوام اللي بغيت. صافي انا غادي نطفى عليه وندير هادشي، ها هو انا غادي نوضعو في القرا. البنات هانتوما القوام ديالو كيفاش داير، انا هانتوما شتي كيجي، ما طحنتو ما والو، كيجي رائع. المهم غندير نبيخ بيز هكا زويته العود، ولا هذا بجبينه، ولا اللي عجبكم، رائع. بسم
مع البانديمي بالخميره بلديه ما نوصفش لكم، روعه. ها مربى المندرين، نتمنى ينال الاستحسان ديالكم وتصايبوا لوليداتكم. الفيديو ديالنا وصل النهايه ديالو، وكيف ديما وابدا ما تنساونيش مدعيوات الخير.